على كل المزيد عن الأسواق العالمية ينضم إلينا من دبي رئيس قسم الأبحاث في إيكويتي جروب السيد رائد الخضر. أهلا وسهلا بك رائد معنا على سكاي نيوز عربية من جديد. نبدأ معك فيما يحصل في إيطاليا والسؤال نفسه يعني أسأله للجميع، إلى أين تتجه إيطاليا وهل نحن أمام سيناريو اليونان جديد؟ حقيقة إيطاليا يعني تعتبر نوعا ما إذا بدنا نشبهها فهي قنبلة موقوتة داخل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي خروج الأمور عن السيطرة في إيطاليا قد يهدد بشكل كبير وجود الاتحاد الأوروبي ووجود منطقة اليورو تحديدا. وبالتالي يعني سمعنا سابقا مثل هذه المناوشات داخل إيطاليا تحديدا السياسية، طبعا الفشل في التوصل للحكومة الائتلافية بشكل الذي يقلل من مخاوف وصول الأحزاب خلينا نقول المناهضة للمؤسسات الأوروبية أو المناهضة للاتحاد الأوروبي ككل، ممكن أن يؤثر ذلك على الجو العام للاستثمار داخل إيطاليا وداخل الاتحاد الأوروبي. ولكن النقطة الأبرز هي أنه ممكن يؤثر ذلك على مدى متوسط إلى طويل. نحن نتحدث على إمكانية الضغط أكثر على المنطقة الأوروبية وبالتحديد على الأسواق الأوروبية وعلى العملة الأوروبية الموحدة اليورو لفترة قد تمتد إلى 3 أشهر أو أكثر من ذلك بانتظار الانتخابات، وبالتالي إذا كانت نتيجة الانتخابات ممكن يتعرض لضغط أكبر. أخطر ما يؤثر على المنطقة الأوروبية هي المخاطر السياسية الداخلية التي تهدد وجود الكتلة. رائد، العوائد على السندات خلال جلسة يوم أمس يعني وصلنا إلى مستويات لم نصلها منذ سنوات طويلة، وحتى يعني أكبر ارتفاعات لم نشهدها حتى منذ التسعينات في العائد على السندات لأجل عامين. ما هي توقعاتكم بالنسبة للعوائد بالتحديد؟ يعني خلال الفترة أو خلال تداولات اليوم نعود للتراجع قليلا، لكن أريد منك مستويات. يعني نحن رأينا العوائد يعني الشارت الخاص فيها كان يعني نوعا ما مهول بالقفزة الكبيرة جدا التي قفزتها، طبعا من المتوقع أن يعود مجددا إلى يعني نحن رأينا اليوم بعض الارتفاعات حوالي 8% عودة بالارتفاع، ولكن من المتوقع أن يحافظ نوعا ما عند هذه المستويات لأنها هي أساسا مستويات مرتفعة بشكل كبير. المستويات الحالية من المتوقع أن يبقى عندها فترة قد تكون نوعا ما على المدى القصير إلى المتوسط، ممكن حتى مستجدات جديدة على الأرض، لكن المستويات التي قد وصل إليها حاليا هي تسعير للفترة القادمة وتسعير للأزمة السياسية. وبالتالي المستويات العليا التي كانت قد وصلت إليها العوائد السندات هي التي تعتبر المستويات الأكثر يعني من المتوقع أن يستقر عندها لفترة ممتدة نوعا ما. تكلفة التأمين على الديون يعني وصلنا أيضا إلى مستويات لم نشهدها منذ فترة طويلة جدا، مستويات 283، هذا يعني أن كل 10 مليون تريد أن تؤمنها الحكومة الإيطالية تحتاج لتأمينها بحوالي 283,000 دولار. مستويات جديدة أيضا بالنسبة يعني 283 نقطة أساس عن كل 10 ملايين. إلى أين من الممكن أيضا أن نصل في هذه في تكلفة التأمين على الديون، وخصوصا أنه لم يختلف شيء، الموضوع يعني محصور في السياسة أكثر ما هو في الاقتصاد؟ يعني نعود مجددا للنقطة، الأزمة الحقيقية داخل إيطاليا هي أزمة ديون عامة، نحن نعلم ذلك، وبالتالي انفجار هذه الأزمة قد يؤثر بشكل كبير، ومثل ما ذكرت قد يكون هو يعني مسرح استفتاء داخل المنطقة الأوروبية وهي الأراضي الإيطالية. بالتالي أزمة الديون مهمة جدا، وارتفاع الدين أو ارتفاع خلينا نقول التأمين على الديون هو بمثابة إشارة إلى أن الخوف الأكبر هو بفشل إيطاليا بتسديد الالتزامات، وبالتالي من هنا ترتفع فاتورة التأمين بهذا الشكل، وكأن يعني نوعا ما هناك نوع من التسعير المستقبلي للضغط الكبير على الديون الإيطالية وعلى إمكانية سداد إيطاليا للديون. هذه المستويات تعتبر مرتفعة جدا وتدق نواقيس خطر للفترة القادمة، وبالتالي يعني لا نتنفس سعداء من الارتفاعات التي نراها اليوم. اليورو هل 1.12 أم 1.25؟
أعتقد بشكل كبير لن يتمكن من الوصول إلى 1.25 قبل أن يصل على الأقل إلى مستويات تصل إلى ما دون 1.14، خلينا نقول كمستويات قريبة ويمكن تحقيقها وتحت تأثير الضغط السلبي الذي نراه حاليا. يعني الأمر حساس لدرجة كبيرة، وأي تأثير سلبي يضغط مجددا على المنطقة الأوروبية، ونحن نعلم ذلك تاريخيا أن المتغيرات السياسية تغير كثيرا وتضغط للاتجاه السلبي في ظل الانتخابات في الفترة الحالية. رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب السيد رائد الخضر، شكرا جزيلا لك.